بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بألف خير، وكل عيد وطني أردني وأنتم بأتم صحة وعافية وألف ألف خير. أهلاً وسهلاً بالجميع. اسمحوا لي أن أرحب بداية بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي. أهلاً وسهلاً بك معالي الفريق، شرف كبير لنا أن تكون راعي حفلنا اليوم. أصحاب السعادة الحضور، سعادة السيد يزن القيسي القنصل العام الأردني بالإنابة في دبي والإمارات الشمالية، سعادة السيد عبد الحميد الأعرج رئيس النادي الأردني الذوات، الحضور جميعاً أصحاب السعادة، أهلاً وسهلاً بكم وكل عام وأنتم جميعاً بألف خير. اسمحوا لي أولاً أنزل المايك شوي لأنهم حضرين المايك على طول، أبو ماهر يعني الطول عز يا أبو ماهر. اسمحوا لي أنا سالي الأسعد مدير عام الليث ميديا أني أكون معكم اليوم وأضيفكم في خلال هذه المناسبة الأغلى على قلوبنا جميعاً، الذكرى 73 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية التي تتزامن مع الذكرى 20 لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاتها الدستورية، وفي حفلنا هذا بتنظيم من السادة النادي الاجتماعي الأردني نحتفل بمناسبة عز وفخار يوم الاستقلال المجيد وعيد الجلوس الملكي، مناسبات هي الأغلى على قلوبنا، تبعث فينا كأردنيين مشاعر الفخر بمسيرة الأردن الطيبة منذ حصوله على الاستقلال وحتى الآن عبر العديد من الإنجازات الوطنية التي حققها ملوك بني هاشم، وبعزيمة شعب تحدى المستحيل لجعل الأردن في مقدمة الدول العربية والعالمية المشهود لها بالتطور الحضاري والازدهار والتقدم على كافة المجالات، ما عزز من مكانتها عربياً إقليمياً ودولياً. ومن هنا من بلدنا الثاني ومن دبي دار الحي نتقدم جميعاً بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وللأردنيين جميعاً وللجالية الأردنية في دبي والإمارات الشمالية، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية، ولمملكتنا الحبيبة دوام التقدم والرفعة والأمن والسلام، من الأردن الحبيب ومن جاليته الأردنية إلى دولة الإمارات الحبيبة محتضنة الأردنيين كل التحية والفخر والاعتزاز لبلدنا الثاني. وما تنظيم النادي لهذا الاحتفال إلا دلالة على حب كل مغترب أردني للوطن والحرص على الاحتفال باستقلاله وعيد الجلوس الملكي في دولة حبيبة لم تشعرنا يوماً بالغربة، بل إننا نشعر بالفعل بأننا في بلدنا الثاني. فتحية عشق أردنية للإمارات الحبيبة، والله يا دار زايد كيف محلاها. والآن اسمحوا لنا أن ندعوكم لمتابعة فيلم وثائقي عن الاستقلال وعيد الجلوس ومسيرة الأردن بصورة موجزة من خلال الصورة والكلمة. تفضل. إنه لمناسبة ذكرى استقلال بلادنا الأردنية وإعلانها دولة مستقلة استقلالا تاما على الأساس الملكي النيابي، يسرنا أن نبادل شعبنا العزيز شعور الغبطة وأن نعرب عن شكرنا لجهاده المثمر وارتباطنا بوفائه وولائه. بعزيمة وثقة كبيرين وبمزيد من الفخر والاعتزاز وأمل واعد بمستقبل أفضل، يحتفل الأردنيون في 25 من أيار من كل عام بالذكرى الأغلى على قلوبهم، ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
هذا اليوم الوطني الأغر الذي نستذكر فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسخت مكانته. واليوم ينظر الأردنيون والأردنيات لدولتهم في العيد 73 لاستقلال المملكة بكل فخر واعتزاز لما تحقق من منجزات أعلت شأنه ورسخت مكانته على الساحتين الإقليمية والدولية بقيادة راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده إلى مستقبل طموح. على مدى 7 عقود استند الأردن إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائه. كما أرسل المغفور له الملك المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها المغفور له الملك طلال بن عبد الله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها بني الأردن الحديث جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. وحظي الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني منذ أن تبوأ سدة الحكم بتقدير الأوساط السياسية العربية والدولية. On behalf of the trustees of the John Templeton Foundation and the judges of the Templeton Prize, I present you with the Tree of Life Medal and I congratulate you on being recognized as the 2018 Templeton Prize laureate. Congratulations. لما لجلالته من إسهامات بارزة في دعم التعاون العربي للوصول إلى استراتيجية تكفل للأمة العربية التعاون والتضامن وبلوغ الأهداف القومية. وكان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق وزيادة حجم الاستثمار وتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان. ووفق التوجيهات الملكية تم إعداد رؤية الأردن 2025 لترسم طريقاً للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. وبفضل الأداء المميز للقطاع السياحي وبفضل توالي الارتفاعات في مؤشرات أداء القطاع السياحي المسجلة، شهد العام 2018 نمو الدخل السياحي في الأردن إلى 5 مليارات دولار. واليوم وحيث يحتفل سفراء الأردن فوق العادة الجالية الأردنية في دبي والإمارات الشمالية عبر مجلس الأعمال الأردني في دبي بيوم الاستقلال المجيد، نستذكر تفرد وتميز العلاقات الأردنية الإماراتية على مستوى التنسيق والتكامل في المواقف تجاه القضايا المختلفة، ما يتجسد في مواقفهما بالمحافل الإقليمية والدولية. تطور مطارد يميز العلاقات الأخوية بين البلدين منذ العام 71 عندما رحبت المملكة الأردنية الهاشمية بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وبادرت بتأسيس علاقات دبلوماسية كاملة معها. أول لقاء كان لي مع الشيخ زايد بعد وفاة الوالد رحمة الله عليهم جميعا. قال لي الشيخ زايد أنت مثل واحد من أولادي، وبالفعل وقف إلى جانبي و إلى جانب الأردن في أصعب الظروف وبكل الشهامة والأصالة والوفاء التي يشهد له بها كل من عرف الشيخ زايد أو تعامل معه. وسياسيا تتوافق الرؤى بين الإمارات والأردن في كافة القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية،
وهو ما يتضح في الأداء الدبلوماسي والسياسي بالمحافل العالمية. وترتبط الدولتان أيضاً بعلاقات عسكرية رفيعة المستوى ترتكز على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والكفاءات العسكرية والأمنية. اقتصادياً يعتبر الأردن شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2016 مليار و800 مليون دولار. كما تصل قيمة استثمارات الإمارات في الأردن نحو 15 مليار دولار، وذلك في مجالات البنى التحتية والطاقة المتجددة والسياحة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات نحو 1.5 مليار دولار، وتتركز معظمها في مجال العقارات. مؤخراً أطلق الأردن والإمارات مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون في مجال تحديث الأداء الحكومي والارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي في القطاع العام. وتتوج الزيارات المتبادلة بين القيادتين هذه العلاقات المتميزة بين الأردن والإمارات في تأكيد على حالة الدعم والتنسيق المستمر بين الجانبين، التي تجسد نموذجاً للتعاون والعمل العربي المشترك. فتحية حب وفخار من قلب كل أردني عاشق لتراب الوطن، لوطن يعيش فينا مهما بعدت بيننا المسافات والأزمان. يعطيكم العافية. والآن اسمحوا لي أن أدعو سعادة السيد يزن القيسي القائم بأعمال القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية ليلقي كلمته في هذه المناسبة. تفضل أستاذ يزن. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الفريق ضاحي الخلفان الأكرم، صاحب السعادة عميد السلك الدبلوماسي في دبي، أصحاب السعادة القناصل العامين رؤساء البعثات القنصلية في دبي، سعادة السيد عبد الحميد الأعرج رئيس النادي الأردني وأعضاء النادي الأردني الاجتماعي في دبي، السيدات والسادة الأخوات والإخوة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بداية أن أتقدم إليكم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده عليكم وأنتم تنعمون دوماً بوافر الصحة والعافية. كما ويطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لمعالي الفريق ضاحي الخلفان على تشريفه لنا لمشاركتنا احتفالاتنا بمناسبة الذكرى 20 للجلوس الملكي السامي، والذكرى 73 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. كما يطيب لي أن أتقدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، دار زايد الخير والعطاء وبلد التسامح والتطور والنماء، بأجمل معاني المعروف والتقدير لاحتضانها هذا الجمع الكبير من أبناء الجالية الأردنية، الذي إن دل على شيء إنما يدل على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين، وعلى عمق الروابط التي تربط قيادتينا الحكيمتين، متمثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظهم الله ورعاهما، وكذلك نائبه سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه. ويسرني أن أتوجه إليكم بجزيل الشكر والتقدير لمشاركتنا احتفالنا بهاتين المناسبتين الوطنيتين الغاليتين على قلوب الأردنيين جميعاً. ويشرفني وكل فخر واعتزاز ونيابة عن زملائي في القنصلية الأردنية وأبناء الجالية الأردنية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن أرفع لمقام مولاي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك
بمناسبة مرور 20 عاماً على جلوسه السامي على عرش المملكة الأردنية الهاشمية، وبمناسبة الذكرى 73 على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، واستمرار المسيرة الهاشمية في العطاء والبناء والتضحية الكريمة التي رسخها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ومن قبله أجداده الهاشميون وأبناء الأردن الكرام على مدى العقود الماضية، مسيرة حافلة بالتقدم كرس فيها جلالته جل جهده ووقته واهتمامه في رفع راية الوطن خفاقة في جميع المحافل الدولية، حتى أصبح الأردن مثالاً يحتذى على جميع الصعد. وتستمر المسيرة وكلنا فخر وكبرياء وانتماء لما حققه جلالته من إنجازات عظيمة على المستوى الداخلي والخارجي في خدمة الوطن ورفعة المواطن الأردني، وفي تعزيز دور الأردن المحوري على الصعيدين الإقليمي والدولي. مسيرة قيادة حكيمة مضت بالأردن حصناً منيعاً ليبقى واحة أمن وأمان يحيا فيها المواطن الأردني بكل عزة وكرامة، وكل خائف مستجير طرق باب الأردن من الأشقاء في دول الجوار في ظل الظروف التي عصفت بالمنطقة على مر السنوات الماضية. السيدات والسادة الحضور الكرام، إننا في الأردن نفخر بمسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها جلالة الملك المعظم منذ توليه سلطاته الدستورية، فقد أصبح الناتج الإجمالي الاقتصادي 4 أضعاف ما تحقق منذ تأسيس المملكة، واتبع الأردن بقيادة جلالته سياسة الانفتاح الاقتصادي نحو السوق العالمية بدخوله بشراكات مع مختلف الدول الاقتصادية العظمى، وارتباطه باتفاقيات تجارية عززت من مكانة الأردن وأبرزته على خارطة الاستثمار والاقتصاد العالمي، كما وكان لمسيرة التنمية في مجال التعليم واهتمام جلالة الملك بالتعليم والثقافة أبرز الأثر في اجتياح العقول الأردنية لمختلف المراكز العلمية والاقتصادية ومختلف القطاعات المؤثرة في أغلب دول العالم، وأصبح المواطن الأردني خامة يعتز بوجودها ولا يستغنى عنها ضمن كوادر العمل. كذلك فقد كرس جلالة الملك جل اهتمامه بتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين من كلا الجنسين، وتعزيز التجربة الديمقراطية والحوكمة الرشيدة، وتغليب سيادة القانون ومحاربة الفساد والمحسوبية، وأصبحت المرأة الأردنية مثالاً في المنطقة لتقلدها مختلف القيادات المؤثرة في المملكة. ويفخر الأردن بالدور السياسي البارز الذي يحظى به جلالة الملك على الصعيد الدولي، والاهتمام الذي يحظى به من أشقائه قادة الدول العربية وكذلك قادة الدول العظمى، وفي سعي جلالته للحفاظ على استقرار المنطقة ووحدة الصف العربي ومحاربة الإرهاب والتطرف الفكري. وتبقى القدس الشريف والقضية الفلسطينية أبرز اهتمامات جلالة الملك، والحفاظ على عروبة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية محور اهتمام جلالته في المحافل الدولية. وإننا في هذا المقام لنؤكد على أحقية جلالة الملك العربي الهاشمي صاحب النسب الرفيع الذي يمتد لجده الأعظم سيدنا محمدٍ عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وإننا في هذا المقام الجليل وبحضور هذا الحفل الكريم وبهذه المناسبة الميمونة لنجدد بكل عزيمة وفخر وولاء وانتماء البيعة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أطال الله بعمره، متمنين له دوام الصحة والعافية، ونرجو لوطننا الحبيب المزيد من التقدم والرفعة والرفاه في ظل راياته الهاشمية السديدة. حفظ الله الأردن ومليكه المفدى وشعبه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلأ نحن بدنا ندعو السيدات الجميلات الأمهات العظيمات اللي ما قدروا يشاركوا الوطن أفراحه إلا بالعائلة الكريمة كباراً وصغاراً
لو تتكرموا علينا تسكتوا الأطفال في القاعة الأخرى إلى أن يهدأ الطفل، ومن ثم يسعدنا جداً أن يشاركنا الاحتفال، لأن الأردنيين كبيراً وصغيراً يحتفلون بأعيادنا الوطنية. ولكن تقديراً لضيوفنا الكرام، وحتى يكون حفلنا بأفضل صورة ممكنة، بتمنى عليكم جميعاً، وأنا شخصياً باخد بنتي الصغيرة معي إيفنتات كتير، بس بدربها على الهدوء في وجود كبار القوم وإخوتنا وأخواتنا من الحضور الكرام. فأهلاً وسهلاً بكم، تحية حب مني ومن كل كبار الشخصيات لكل طفل أردني شرفنا اليوم، بس الهدوء بحل القاعة أكثر. طبعاً بسعدني أرحب بضيوفنا الغوالي سعادة القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية سعادة دياب فرحان الرشيدي، أهلا وسهلا فيك. وأيضا اسمحوا لي أرحب بسعادة قنصل عام المملكة العربية السعودية في دبي والإمارات الشمالية سعادة عبد الهادي الشافي، نورتنا وأهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا في كل الحضور جميعا، كل باسمه وصفته التي شرفتنا بحضوركم اليوم. وأتمنى أني ندعو سعادة الأستاذ عبد الحميد الأعرج أبو ماهر يتفضل يلقي كلمته، وسعادة مهندس الصوت تعال ارفع المايك عشان في فروق في الطول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي ضاحي خلفان بن تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، سعادة ذياب الرشيدي قنصل عام دولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية وعميد السلك القنصلي، سعادة عبد الهادي محمد الشافي قنصل عام المملكة العربية السعودية بدبي والإمارات الشمالية، سعادة يزن القيسي القنصل بالإنابة الأردني في دبي والإمارات الشمالية، سعادة الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لهيئة تنمية المجتمع الموقر وزملائه الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأيام من أيام الأردن الخالدة، الذكرى 20 لتولي سيدي جلالة الملك مقاليد الحكم في الأردن، فكان خير خلف لخير سلف، وكان عهداً جديداً ومسيرة مباركة في تمكين الأردن الغالي والأردنيين في من تحقيق المزيد من الإنجازات ليتبوأ مكانته على الخارطة العربية والعالمية. وهناك يوم مجيد عزيز على قلوبنا جميعاً، اليوم 73 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الذي صنعه الأردنيون وحمل رايته كابراً عن كابر الآباء والأجداد من ملوك وأمراء بني هاشم، إلى أن وصلت الراية إلى عميد البيت الهاشمي ووريث الثورة العربية الكبرى سيدي صاحب الجلالة عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الذي يواصل الليل بالنهار دون كلل أو ملل من أجل الأردن أولاً وأمته العربية والإسلامية، ولتبقى راية الأردن مرفوعة أبد الدهر فوق كل محفل دولي وإقليمي. وتحية لشعبنا الأردني العظيم في مسيرة الاستقلال والبناء والعطاء، فها هو الأردن اليوم كما ترونه وما وصل إليه من تقدم على مدى عقود مضت، وليومنا هذا على كافة الصعد والمجالات الاقتصادية منها ونهضته العمرانية الشامخة ومؤسساته الطبية والتعليمية ومراكزه الأمنية وما وصلت إليه قواتنا المسلحة درع الوطن الحصين من تقدم وتفوق، وهذا لم يكن إلا تجسيداً عملياً لتطلعات وطموحات وآمال الشعب الأردني وتفاعله الخلاق مع قيادته، حتى أصبح الأردن
بمصاف الدول العربية تقدماً بل والعالمية، ويشار إليه بالبنان. ولهذا يشرفني باسمي واسمكم أيها الأردنيون والأردنيات من أبناء الوطن المقيمين على هذه الأرض الطيبة المعطاءة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية سيدي عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بعيد الجلوس وعيد الاستقلال ويوم الثورة العربية الكبرى، اليوم الذي يذكرنا بشهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا في معارك الشرف والبطولة، والذين رووا بدمائهم ثرى الأردن الطهور دفاعاً عن الحق والكرامة والعروبة. ليبقى الأردن رقماً صعباً في معادلة التاريخ بقيادته الحكيمة والتفاف الشعب من حولها، كما نستذكر مواقف الأردن الثابتة والمستمرة في دعم التضامن والحق العربي على كافة الأصعدة وعلاقاته العميقة مع الدول الشقيقة والصديقة. وخير دليل على ذلك العلاقات الأخوية الكريمة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تزداد يوماً بعد يوماً تقدماً وازدهاراً، وتزيدنا فخراً واعتزازاً لما وصلت إليه، والذي أرسى معالمها وخط سياستها المغفور له الحسين بن طلال والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراهما، وحمل الراية من بعدهما وصار على نهجهما صاحب الجلالة سيدي عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهم الله ورعاهم بعنايته. أيها الحفل الكريم، بهذه المناسبة أيضاً نتوجه إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الزفاف الميمون لأنجاله سمو الشيوخ الكرام الشيخ حمدان بن محمد والشيخ مكتوم بن محمد والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ودامة الأفراح في ديار آل مكتوم الكرام. أيها الحفل الكريم، نحن أبناء الجالية الأردنية نعيش في كنف هذه الدولة الكريمة وبين شعبها العربي الأصيل، لنحرص كل الحرص على العطاء والإخلاص والوفاء والعرفان لقيادة هذه الدولة ولشعبها الوفي، ملتزمين بالأنظمة والقوانين والإخلاص في العمل، حيث أننا جزءاً لا يتجزأ من هذا النسيج الوطني الإماراتي، لنكون خير سفراء لمليكنا المفدى كل حسب موقعه ومركزه، لنعكس الصورة الحقيقية المضيئة والمشرفة لبلدنا الأردن. حفظ الله الأردن من كل مكروه بقيادة مليكنا المفدى، وحفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة والرشيدة. أشكر لكم حضوركم، والشكر مقروناً لضيوفنا الكرام على تلبية هذه الدعوة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً في بيت الأردنيين على حد سواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن أدعو الشاعرة أسماء العويمر، وهي شاعرة ومهندسة من الجامعة الأردنية حاصلة على عدة جوائز في مجال الشعر النبطي، ومجبولة بعشق الوطن، تترجم عشقها لوطنها كلمة وحرفا وشعرا وقصائد جميلة. تفضلي ست أسماء. مهندسة أسماء، أهلا وسهلا فيكي، واليوم راح تقدم لنا قصيدة وطنية بعنوان إحساس شاعر. أهلا وسهلا. مساء الخير. بداية اسمحوا لي أن
أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه، وأن أهنئ الشعب الأردني بيوم الجلوس الملكي ويوم الاستقلال، وكل عام والأردن بألف ألف خير يا رب. واسمحوا لي أني أرحب بالضيوف الكبار أصحاب المعالي والسعادة، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. وأقول حق الوطن علوفي يكتب شعر ويجود، وتجود لعيون الوطن بحت ربابة وعود، من حيث حبه للوطن ما له مدى وحدود، ومن حيث لين جف المداد من القلم دم الوريد اللي يسرب عروق الوفي موجود. قصيدتي إحساس شاعر، أقول هب الهبوب وحرك العود نسناس، اللي مشى مع كل هبة وغلبها مثل الشعور اللي تولاه هوجاس، أو لذة في نفس الشاعر كتبها خلى الرجا في داخله يقطع الياس، وانقال كلمة قبل تطلع حسبها حبة الأردن من لهفته بكل إحساس، وكل المعاني من شعورها نسبها للدار وأهل الدار والبيد والناس، قامات ذاق الناس طيب رطبها فيها هوى عمان، لا جيت محتاس شمس ترد الروح لرخت هدبها، فيها هوى عمان لا جيت محتاس شمس ترد الروح لرخت هدبها، فيها سيدنا ابو حسين شام خراس، فيها هوى عمان لا جيت محتاس شمس ترد الروح لرخت هدبها، فيها سيدنا ابو حسين شام خراس، تشهد لها الدنيا عجمها وعربها يوم الحراير تضرب خماس بسداس، ويوم السيوف البيضة يعلى صخبها كار بيمين الوطن ساس عن ساس، ناره على العليات يكتب لهبها يوم الحراير تضرب خماس بسداس، ويوم السيوف البيضة يعلى صخبها كار بيمين الوطن ساس عن ساس، ناره على العليات يكتب لهبها، يا دار لتشفي داخل القلب مجلاس، يا دار لتشفي داخل القلب مجلاس، مجلاس ما بين العروق وعصبها، مع كل مجرى ونبض وعروق وانفاس يمشي غلاها ويتوجس عتبها. سلامة. شكرا. طبعاً الحفل مستمر بوجود فقرات فنية متنوعة، راح تكون معنا قيثارة الأردن النجمة زين عوض، أهلا وسهلا فيها، وراح يكون معنا كمان صوت الأردن الجميل عيسى الصقار. لكن الآن اسمحوا لي أدعو معالي الفريق ضاحي خلفان وسعادة السيد عبد الحميد الأعرج لتكريم رعاة حفلنا هذا. تفضل. سنبدأ الآن بتوزيع الدروع على السادة المكرمين. سعادة يزن القيسي القائم بأعمال القنصل العام في دبي والإمارات الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية عن القنصلية الأردنية، أهلا وسهلا. سعادة الدكتور عمر المثنى هيئة تنمية المجتمع. مجموعة الحمد سعادة السيد نشأت، موجود؟ يستلمها نيابة عن سعادة السيد توفيق أبو شيخة سعادة السيد جمعة نصار، أهلا وسهلا. مجموعة الحمد السيد نشأت السهاونة ويستلمها السيد فهد. مجموعة القيسي السيد سالم القيسي أبو طارق، أهلا وسهلا. السيد الزميل العزيز الأستاذ لطفي الزعبي عن الليث ميديا. مبروك يا كابتن.
السيد رائد الشنابلة. الدكتور ناصر نسور. الفنانة الجميلة زين عوض. الشاعرة المهندسة أسماء العوامر. ألف مبروك لكل السادة المكرمين، ويسعدنا أن يكون الاسم الكبير المكرم الآن سعادة الفريق ضاحي خلفان بن تميم. شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم، شرفتنا. هدية راقية، وشكرا لوجودك معنا من كل حضور الحفل، طبعا شرفتنا. أدعو الآن كل السادة المكرمين للصعود إلى المسرح لأخذ الصورة التذكارية، وإذا ما في غلبة مع الدروع بيكون أحلى وأحلى. تفضلوا جميعا، تفضلي زين. والآن سنكون مع الصوت الجميل، صوت الفنانة الجميلة زين عوض. طبعا الفنانة زين عوض أبدعت بتقديم فقرة غنائية من التراث الأردني ضمن احتفالية عالمية أقيمت في واشنطن، تم فيها تكريم جلالة الملك عبد الله الثاني بجائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 2018. وزين هي صوت الأردن المشرق، يسعدنا انها تكون اليوم معنا. يا ريت الكل ياخذ مكانه لو تكرمتوا. الله يا هالوطن اردننا يا الحبيب، تبقى طول الزمن الشمس الما تغيب. انت اغلى حنان واغلى ما في الوجود، نوصل بيك السماء، نوصل ابعد حدود. يا غنوة شوق تروينا، ندندنها باغانينا، نقول
ألا يا طير يا المسافر بلد روح خدني وياك صدى نخفف نقطع هالروابي أخاف تضيع يا الغالي على دروح لعل نشوف نقلات الحباب صبوا هالقهوة وزيدوها هي واسقوها للنشامة عظهور الخير بلت صبوا هالقهوة وزيدوها هي واسقوها للنشامة عظهور الخير وبلت صبوا هالقهوة وزيدوها هي واسقوها للنشامة عظهور الخير بلت صبوا هالقهوة وزيدوها هي واسقها للنشامة عظهور الخير بدون موسيقى كل عام أردننا بألف خير وإنتوا بألف خير شكراً 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 للنادي الأردني شكراً يا أبو طارق هذه المناسف من روابينا لما بدكم مناسف بتكلموا روابينا عند أبو طارق القيسي الفنان الأردني اللي كلنا منحبه واللي بنعشقه ومنحب أغانيه عيسى الصقار هيكون معنا الآن مساء الخير عليكم أهلا وسهلا فيكم جميعا كل عام وسيدنا وطننا بألف خير كل عام وأنتم بألف خير وأهلا وسهلا بالحضور الطيب جميعا طبعا لنا الشرف اليوم نكون موجودين بين أهلنا وربعنا أهلا وسهلا فيكم شكرا مشواطي حن اردوني هتنا مشواطي ما حطينا واطي ولو علماني ما حطينا واطي اردنا وربينا عتراب الغالي شريان الوفا بحب وشلالي اردنا شريان الوفا بحب وشلالي وحياتك شمال جدلت عقالي يوم انهبينا يا ابو مه يا ابو طارق يا دكتور كيف يا ابو ماهر يلا ابو ماهر كيف يا ابو ماهر ايوه هلا 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 فيكم يا هلا 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 يردوني الأردن بلدنا ونباغي بسيدنا ومين اللي قادنا يردوني الأردن بلدنا نباغي بسيدنا ومين اللي قادنا يلا فور هلا عمر هلا يردوني الأردن بلدنا ونباغي بسيدنا يلا لعيونك يا ابو ماهر
حبيبي هيوها الله هلو احنا ببلدنا وبالمالك نفخر ايوه ونحب الاردن ونحب ابو ماهر ونحب ابو طارق ونحبك يا دكتور هلا ابو ماهر هلا ابو ماهر ايوه يلا فوق 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 ايوه يا حرام
لا تقول نسيتك ترى اصيل العزيز الغياب. ايوه ايوه ليل الداوي بالليل الداوي لون ابو ماهر شو جاي اساوي. بالليل الداوي بالليل الداوي لون الأردني شو جاي اساوي. الله فوق يا أردنية. هلا 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 حيوا بالعربية حيوا حيوا. هلا 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 هو الله أكبر الله أكبر والأردني هو دحيه اللي دحيه هو دحيه اللي دحيه
حيهم يلا حيهم يلا حيهم. وجينا وجيناكم يا المعازيم اللي تعزونا الغرباء. هلا وهلا بك يا هلا ويا هلا بيا الويلا. وجيناكم يا المعازيم اللي تعزونا الغرباء. هلا وهلا بك يا هلا ويا هلا بيا الويلا. دكتورنا على التحية إذا سمحت. يلا يلا, يلا. وهلا هلا بيا هلا هي حليفة يا ولا. هلا وهلا بيا هلا هي حليفة يا ولا. يلا حي الشامة حيهم حيهم. الراقه يا الرابع راقه يبحر على مر فاقه. الراقه يا الرابع راقه يبحر على مر فاقه. هيا ابو طارق حيا 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 الاردنيه حيا حيا. يلا مع بعض مع بعض يلا. أول ما نبدأ ونقول
Preview.